السلام عليكم خاوتي ومرحبا بكم في قناة تاعي. نتمنى قبل ما يبدأ الفيديو تشتركوا كامل في القناة وتفعلوا زر الجرس باش يوصلكم جديد لحظة بلحظة. فيديو تاع اليوم وصلني من عند إحدى المتابعات واللي كانت قاتلي حطوا على القناة تاعك حتى يكون عبرة للناس اللي راهم يمشوا على نيتهم. انا بكل صراحة خوتي وخياتي كي شفت الفيديو والله حكمتني واحدة الرجفة، يعني والله فيديو تشوفه لحمك يتشوك، توحد ربي والله توحد ربي، وين لحقنا من البغض والغيرة والحسد اللي رافدينه في قلوبنا في بعض البشر، ما نجمعش حاشا اللي ما يستاهلش. هذا اخ بعد ما ماتت الام تاعو وبعد ما تشتت العائله تاعو، يعني كل واحد وين راح وكل واحد فات بهم ومصيبه، جاب راقي للدار واذا بالراقي يرقي يتفاجأ بسحر موجود منذ عده سنوات. كنقولكم عده سنوات طويله اخوتي، واللي كانت الام عانت مرضت واللي ما عرفوش المرضى تاعها، يعني كانت ربي يرحمها الطبيب ولكن اي طبيب ما عرف يشخص الحاله تاعها وما صابوش وشنو هو المرضى تاعها حتى ربي سبحانه ادى امانته. وحتى بعد مرور سنوات طويله تفاجأ صاحب المنزل بوجود سحر. وين موجود خاوتي كما راكم تشوفوا؟ وين والله البلاصه اللي موجود فيها؟ يعني والله وتقعدوا تخموا معنا باليش، تخموا عام كومبلي ما تعرفوش المكان اللي داروا فيه السحر. السحر صابوه داخل التلفاز يا خاوتي. هل هذا الشيء يخطى في راسكم؟ لو كان ما شفتوش الفيديو اسكو راكم راح تأمنوا كما شافتش عينكم؟ انا والله راني مخلوع الحقد. وين الحق وشكون يا خاوتي؟ شكون اللي دار السحر وفي التلفاز؟ هذا ما يكون الا انسان بالعائله، ماهوش راح يكون براني ماهوش راح يدخل ويدلكم السحر في التلفاز، هذا يكون واحد من الاقارب. من البغض والحسد يا لطيف اللي فينا، شوفوا العبد سبحان الله كمية الحقد اللي في قلبه وصلوا به يديروا السحر داخل التلفاز. الله أعلم هذا التلفاز أسكو مهدى من عند هذا الإنسان اللي قام بالسحر ولا الله أعلم. والله ما كذبش عليكم لحمي تشوك، شفت هذا الفيديو انخلحت اندهشت، ما لقيت ما نهضر خاوتي، والله ما لقيت ما نهضر. سحر تسبب في شتات العائلة ودمار العائلة وموت الوالدة واللي كانت تعاني من مرض شديد، ولادها ما خلاو بها بلاصة من مكان لمكان، من طبيب لطبيب، من راقي لراقي، حتى ماتت الله يرحمها من السحر اللي راكم تشوفوا فيه. لا حول ولا قوة إلا بالله يا خوتي، استروا صوالحكم، ربي عطاكم نعمة استروها، ما تهدروش انتم، ما راكم تهدروا على نيتكم. كاين ناس في وسطكم اللي هادوك اللي يضحكوا ويقصروا واللي يلعبوا ويحبوكم، هادوك نفسهم اللي حاسدينكم وغيرين منكم ويتمنوا لكم الشر ويتمنوا لكم الموت اليوم قبل غدوة، ولو كانت الموت بيدهم كان طلقوها عليكم. حسبنا الله ونعم الوكيل، لا حول ولا قوة إلا بالله.